فيما يخص المستجدات عن هذه الجائحة ديال كورونا، كتوضح بلي أن العدد كيزداد بطريقة مهولة، ومع الأسف عندنا تقريبا يوميا ما لا يقل على 40 حالة وفاة. الحالة المستعصية كتزاد حتى هي في العدد ديالها. بالطبع ملي كتكون تشوف في الدار البيضاء أن الكبرى كاين 1700 حالة اليوم، أو تقريبا في الدار البيضاء بوحدها كاين 1283، ومنطقة نواصل 98، برشيد 97، وحمدية 74، سطات 98، جديدة 45، بن سليمان، مديونة، سيدي بنوط، كاع هادو اللي وصلوا لواحد النتائج خيالية ديال هاد العدوات ديال الكوفيد. الآن حنا بصدد مساهمة في واحد البرنامج ما يسمى اس او اس كوفيد ادوميسيل، بعد ما قدمناه لكل المسؤولين في هذا النطاق، من مسؤولين في الداخلية ولا في وزارة الصحة ولا من القطاع المهني ديال هيئة الأطباء. أن يمكن أن هاد الوسيلة ديال اس او اس كوفيد ادوميسيل تعطي واحد النتيجة إيجابية. لماذا؟ لأن توضح بلي أن الناس اللي حاملين الفيروس أو عندهم أعراض ما كيبقاوش في ديورها وكيخرجوا. ناخدو مثال ديال شي واحد عنده أعراض ديال كوفيد، في سخانة، ما بقاش في هذا، المفاصل ديالو كيضرو، بالطبع غادي يبحث باش يتعالج أو يبحث باش يدير فحوص ديال كورونا، وعليه كيخرج إذا مشى عند الطبيب، كيخرج يمكن يمشي ياخد طاكسي أو ياخد طوبيس باش يمشي يدير التحاليل. كيوصل لمنطقة ديال التحاليل كينتظر، كيقدر يتعدى أو يعادي شي حد آخر، ونفس الشيء ملي تيرجع لدارو كياخد طوبيس أو طاكسي أو يجيب السيارة ديالو. لما كيجي المنزل عاوتاني كيبدا تيتسنى النتائج ديال التحاليل، ويمكن يعادي العائلة ديالو أو الأقرباء حتى هما يعاديهم. هاد الدورة أو لو سيركل فيسيو دي كوفيد، كنسميها لو سيركل فيسيو ديال كوفيد، أن واحد كيخرج يدور يعاود يرجع، كيمكن كيسبب في معدل ديال 50 حتى 60 حالة ديال العدوى. ولما كدوز عليها 15 يوم كدار العواقب ديال هذاك الانتشار اللي كيبان في العدد اللي كنشوفوه المهول. بعد البحوث لعدة أشهر خديت الاتجاه الهجوم على الكوفيد، باش كنك تهاجم واحد العدو يخصك تعرف عليه، تعرف عليه أولا فين موجود، شنو هو نقاط الضعف ديالو، وكيفاش تحكم فيه. أول شيء هو الحصار، فين كاين الكوفيد، ماشي في المنطقة فين الكوفيد. تبين بلي ان مثلا كتغلق واحد المدينه ما عطاتش نتيجه المدى الطويل، او غلقتي واحد الجماعه او مقاطعه او هذا، لما كترفع هذاك الحجر عاوتاني كيعاود العدد كيبان. ولهذا كان نعبر عليها بالحجر الصحي المركز. المركز هي كتركز على هذيك العائله وديك المنطقه اللي فيها الكوفيد، باش غادي تعرفها كيخص واحد المساهمة بين المواطنين وبين الأطباء. لما واحد يكون في أعراض كيخص يعيط واحد رقم اللي حنا درناه خاص لهذه المهمة، وهذا الرقم اش كيدير؟ لما كتعطي له هاد المعلومات كيجيك واحد الطبيب المنزل. لما كيجي الطبيب المنزل كيتعرف على هذيك الحالة، وكيقدر يعالجك في ديك الساعة. وإلا عالجك في ديك الساعة كتوقف هذاك الانتشار، لأن كتقول السيد خصو يبقى في دارو وما خصوش يخرج، وإلا ما خرج بالطبع راه كيحامي على راسو وعلى ناسو.
حنا درنا واحد التطبيق اللي سميتو حياه سونتي. الهدف ديالو هو كتعرف الموقع الجغرافي ديال الانسان فين موجود وكيفاش يمكن دير معاه التتبع ديال الحاله ديالو باش ما يخرجش. كيظهر بالنسبه لي الا حصلنا الفيروس في الدار ديالو وعالجناه وما خليناش يخرج غادي تكون واحد النتيجه ايجابيه في هذه الحاله. بالطبع اذا كان خصو سكانير خص تجي لومبيلونس تهزو وتديه وتردو، كان خصو يمشي للاستشفاء الحاله ديالو ما تقدرش تعالج في المنزل، وانا ذاك خصو تلقى له البلاصه قبل ما يخرج للدار باش يعرف ما انا منطقه غادي نمشي. وهذا كل شيء في النطاق ديال هذه الطريقه ديال ستوب كوفيد، هي باش نحاصروا الكوفيد. الا ما حاصرناش الكوفيد حاصرنا جمعه ولا عماله غادي تكون فيها شي نتيجه ايجابيه. وكنظن بلي هذه الوسيله اذا طبقت على النطاق مثلا ديال المدينه كالدار البيضاء غادي تعطي واحد النتيجه هائله. وكتبان النتيجه بالطبع على المده ديال 15 يوم مادام اننا كنعرفوا شحال كيعيش الفيروس في الجسم. هذا هو المهام. والان طبقا للخطاب اللي جاب به جلالة الملك اللي واضح في هذا النطاق، لا يمكن التهرب من هذه الحقيقه او الواحد يبدا يدعى شي كلام اخر. جلالة الملك كان واضح وضوح الشمس في هذا الموضوع لما كان يقول في الخطاب ديالو الاخير ان المسؤوليه بالطبع متبادله، كلنا مسؤولين على هذا الشيء. جلالة الملك يقول في خطابه المسؤوله مشتركه، ما كانش غير واحد. والنجاح اما ان يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين او لا يكون. وان جلالة الملك يقول كذلك، وانني واثق باننا سنرفع جميعا هذا التحدي في اطار الوحده الوطنيه والتضامن الاجتماعي. لما كيكون نداء بحال هكذا بالطبع الخطاب الملكي فتح لنا المجال في النجاح ضد كورونا ومحاربته والهجوم عليه بقوة. ولهذا إذا كان واحد المساهمة في هذا التحدي بروح وطنية كنظن بلي أن غادي نوصلوا لواحد النتيجة. وإذا كان ناخذوا مثال، إلا خدينا في الدار البيضاء كاين تقريبا ما يناهز 3500 حتى 4000 طبيب الطب العام، الطب الخاص بالخصوص، حتى الطب العام اللي جمعناهم كلهم. إلا كان 3000 حتى 4000 النص فيهم يمشيو يديروا الفحوصات ديال المرضى أو مشكوك فيهم كوفيد في المنازل، غادي إلا شاف كل واحد 10 يوميا غادي يمكننا نشوفوا 20000 حالة يوميا. معناها إلا خدمو في 5 أيام غادي يقدرو نشوفو 100000 حالة أسبوعيا. معناها غادي تحاصرو في المنزل ديالو، ما تخليش تيجي، أنت غادي تمشي عندو. وفي شهر غادي يمكننا نوصلو غير في الدار البيضاء بوحدها إلى 400000 فحوصات، وغادي يكون التطويق ديالو بطريقة خيالية، وغادي نقصو من هاد الكارثة اللي حنا عايشين فيها مع الكوفيد. وهذه هي النظرية ديالي الآن، ونتمنى أننا نقدروا نطبقوها. شكرا دكتور. نرجعوا دكتور الاختصاصات ديالكم بالنسبة لدوك أبناء التسالى، المجهودات ديالكم اللي قمتوا بها. هذوك أبناء التسالى المشكل ديالهم الحمد لله تحل نهائيا، وحدة فيهم كدير غير العلاج ديال الترويض، الثانية الحمد لله لقينا بلي أن البكرة ديالهم تحافظوا عليها، ثانيا شفنا بلي ان ما عندهمش الحمل، ثالثا ما عندهمش اضرار في الجانب التناسلي، والان راهم رجعوا للحياة الطبيعية، ونظن بلي انهم يكون عندهم مستقبل احسن باذن الله. النصيحة ديالي اللي فيه عوارض ديال كوفيد خصو يبقى في دار ويتعالج مبدئيا في دار، وما يخرج من دارو حتى يكون بوصفة طبية. لأن إلا خرج هو في العوارض غادي ينتشر في المنطقة ديالو، في العائلة ديالو، في الأصدقاء ديالو، وفي المبشر.
طاكسي. النصيحه ديالي اذا كانوا العوارض كيخص يعيط واحد الطبيب لي حنا درنا اتفاقيه باش اننا نقلوا له الدلل والتحاليل تما باثمنه مناسبه اللي غادي تكون معروفه لدى العوام كلهم، وغادي يتقام عليه ارخص الى خلص ذاك الطبيب والتحاليل ديالو. الى مشى هو خرج عاد خدا الطاكسي والطوبيس ونشر عباد الله، او هذا قد تقام عليه ارخص الى كان الطبيب جا عاجلو، وزياده غادي يمكن يعتق نفسه لان غادي يتعالج في اقرب وقت، ويمكن يعتق حتى الناس ديالو اللي يكونوا. والناس ما خصهاش تسكت على شي واحد فيه العوارض ويبقاو يختلطوا معاه وما ينصحوش انه يعيط للطبيب اللي هذا. الحل اللي كيبان في المستقبل ديال العالم باسره هو علاج كوفيد في المنزل. وما يمشي للمستشفيات او النصحات حتى يكونوا الحاله ديالو رجعت تتلتزم بالخصوص لما يكون الحالة ديال هي ديال الاصابات او شي حاجه. هادو الان هادو جربوا من العمل ان عندهم واحد الحصانه، ولكن الناس ما خصهاش تعرف دير واحد الكمامه ديال الثوب اللي غادي يلبسها اسبوع ما يصبنهاش. لا الكمامه خصها تصبن يوميا، وهاد الكمامات هادو ديال بحال ديالي راه عندها واحد الصلاحيه ديالها ديال 4 ساعات. انا بعض المرات كتشوف شي كمامه حتى اللون ديالها تبدلات بالغبره او داك الشيء، ما كتبقاش عندها الفعاليه، كتولي دايرها يمكن انت داك التنفس ديالك اللي مشى فيها ونميتي فيها ميكروبات تعاود تنفسهم. هي الكمامات خص الانسان يستعملهم بطريقه صالحه، وعلى الاقل الانسان يكون عنده ديك المواد المعقمه ديال يديه وغسل يديه. هاد الكمامات غادي تكون عندهم واحد الفعاليه كما كان الحل. حنا غادي نديرو واحد اللقاء عبر عن بعد على في هذا النطاق ان شاء الله يوم السبت. ان شاء الله يوم السبت باش نشوفو ندوة صحفية في مستوى عالي يوم السبت عن بعد ماشي عن بعد. ساعة دكتور باش ما بين 3 حتى 3 ونص ما غاديش يكون، غادي يكون على بعد عن بعد. نعم دكتور باش يتوصلوا الناس هذا على بطريقة غادي نتناو تخرج هذيك الفيش وغادي ان شاء الله. خبرنا وزارة الصحة وخبرنا الداخلية خبرنا على كل شيء، غادي تكون من أعلى وأحسن لقاءات الكوفيد كنظن اللي غادي يكون فيها واحد القوة ديال العطاء كبيرة جدا ان شاء الله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.